السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم من جديد. نتمنى تكونوا على خير إن شاء الله وبإذن الله. اليوم إن شاء الله كان معنا أخ ديالنا والصديق ومن العائلة اللي هو مولاي إبراهيم أرازي، اللي جاي عندنا اليوم إن شاء الله البلاد ديالنا، وجاب معاه الأصدقاء ديالو اللي هو مسيو روجي ومدام باتريسيا. وبالنسبة للزيارة دابا جاو البلاد إن شاء الله باش يكتشفوا البلاد ويكتشفوا إن شاء الله المشروع ديالنا اللي هو كما شفتوا في الفيديوهات اللي لحت في اليوتيوب. وإن شاء الله جاو باش يشوفوا الطبيعة ديال البلاد والناس ديال الدوار والمنطقة كيفاش دايرة. المهم نخليكم إن شاء الله باش إن شاء الله يهضر معنا مولاي إبراهيم، يهضر شوية في هذا الفيديو والأصدقاء ديالو إن شاء الله. يلا مولاي إبراهيم، كيفاش جاك البلاد وهاد الناس هذو حتى هما غيعطيو الرأي ديالهم، كيفاش جاهم البلاد وكيفاش جاهم الطبيعة ديال البلاد، وبالنسبة حتى للمشروع كيفاش جاهم حتى هو؟ بالنسبة للمشروع ديال اللي كتقوموا به نتوما في المنطقة هنا، راه عنده مستقبل زاهر، والناس تبارك الله كلهم كيخدموا بيوتهم من المناطق، الناس ولاو كيشوفوا الاسم ديالكم في الفيديو ولا كيشوفوا ديالكم، يعني الناس تبارك الله ولاو كيقدموا بيوتهم في هذا الميدان هذا، ميدان فلاحي وعنده مستقبل زاهر، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تظهر البلاد والناس تبارك الله راه غاديين مزيان. كلشي غادي مزيان ان شاء الله. وبالنسبه للاصدقاء ديالنا راه كانوا جاو عندنا الناس من فرنسا، اصدقاء ديالنا كانوا جاو عندنا هنا وبغاو يشوفوا هذه المنطقه، لان حنا قلنا لهم ودي راه كيفاش هذا المشروع، راه ان شاء الله هنا المشروع هذا طالع مزيان، والناس راه تبارك الله الفلاحه الناس كلهم ديال البلاد ولاو كيتعاطوا الفلاحه وكيحفظوا ان شاء الله الابار ديالهم، وبغينا ان شاء الله المنطقه تكون ان شاء الله زاهره بزاف. بالنسبه لسي روجي صديق ديالنا غادي يعطي الراي ديالو كيفاش جات البلاد وكيفاش جا هنايا المنطقه ان شاء الله. نعطيو الكلمه ان شاء الله لسي روجي. وزيت سي نو ايسي كومو زاني دي المنطقه ديالو اسكو سي بيان ايسي؟ Eh bien, c'est un Maroc que je viens de découvrir. C'est le Maroc que m'avait promis mon épouse. Un Maroc fort des sentiers battus. Et c'est extraordinaire. Nous sommes ici dans un paysage entouré de montagnes. Oui. Une sérénité, un calme absolu. C'est extraordinaire. Oui, le bien aussi. Merci. 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 Il nous reste Madame Patricia. Alors moi, je retrouve mon Maroc, un Maroc authentique, habité par des gens formidables. Et je retrouve des gens très dynamiques qui veulent sortir leur village de terre avec plein de projets et un travail titanesque derrière. Donc ils sont très très méritants et je les remercie de ce travail. Et je les remercie de rester authentiques. Voilà, ce sont des vraies belles personnes, vraiment, qui nous ont reçus avec beaucoup de convivialité, avec beaucoup de chaleur. Et ça a été une journée magique, avec des gens magiques, dans un paysage magique. Merci. Voilà. Merci, madame. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur parce merci, que c'est mon Maroc. Merci, madame. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. المنطقه راه كما قلنا راه ان شاء الله عندها مستقبل زين، خصكم تزيدوا ان شاء الله المشروع ديال المشاريع ديالكم تزيدوا فيها وتعاونوا مع بعضياتكم باش يكون ان شاء الله واحد المستقبل زاهر. نتمنى لكم ان شاء الله زياره اخرى ان شاء الله نشجعكم فيها ونشوفوا الناس كلها كيبغوكم، الناس بزاف ديال الناس كيسولوا عليكم وكيفاش كتديروا على الخروب وكيفاش يعني شجره الخروب ولا عندها واحد مستقبل ظاهر، الناس بغاوها بزاف والناس مطلوبه، وانتم راه بادرتم مزيان وراه في واحد المنطقه اللي صعيبه ماشي باش توجد الماء وباش توجد هذا، حتى الماء راه قليل 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 الماء، وتبارك الله راكم ديروا واحد المجهود، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق مستقبلا ان شاء الله، ونعاودوا نديروا شي زياره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بكم، شكرا 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 لكم على الزياره ديالكم حتى انتم، شكرا على الزياره ديالكم، شكرا.